اهم المواهب في تاريخ الكره المصريه رابع ياسين احد اعظم المدافعين في تاريخ الكره المصريه على ما يهم. لم اتخيل محمود صلاح مدافع من ارض اتخيل وقتها يعني انه ممكن واحد زي رابع ياسين ممكن تعمل معاه كده. نعم فعلا كابتن النادي الاهلي كابتن النادي الاهلي. بعدين النادي الاهلي عمل ايه؟ بنى الفرقه اللي قعدت خدت الدوري سبع سنين. نعم يعني هم النادي ليه سيستم وماشي انت يعني احنا متفقين عليه. انا اولا ضد انه ابو تريكه بيبحث عن دور ضد ده شديد. لا, لا 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 يمكن هذا اللاعب مش من هواة ان هو شهرة وعاوز يبقى بطل وراجل هيبقى قائد وبيدور على حاجه فيلجأ لهذه المساله. نعم ابو تريكه للاسف اخذ هذا القرار تحت وطئ العاطفه العاطفه وهو لم يتملك مشاعره. ها ومن وجهه انا بقول هو اخطا في اختيار التوقيت وكان عليه يكون اكثر شجاعه انه يبلغ مبكرا المدير الفني بتاعه او مدير الكوره يقول له والله انا بفكر كذا كذا وانا عايز اعمل كذا كذا وعاوزين نخرج المساله. هو لم يحسن اخراج الموضوع. لا هو مش عايز لا اخراج هو عايز يبقى واضح هو عاوز يبقى واضح رافض المباراه عشان كذا بدليل كان لها مليون مخرج لك النهارده. لو رجعنا حضرتك لورا بدايه الازمه والاحداث هو وقتها قال ايه؟ مش هنلعب كوره في الدوري المحلي. لا بقول لك كابتن لا 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 ارجع بس كابتن لتصريحات لا نرجع لو جبناها تصريحات هو قال كده مش هلعب كوره في مصر. في مصر طيب ماشي في الدوري المحلي وماتشات الملعب. طب ما انا هكمل لك كلامي خد كلامي طب خد كلامي بس خد كلامي وقتها كان ابو تريكه واخد هذا الموقف. انت تقول لا ده راح لعب ما هو لعب في افريقيا وايضا بيلعب في المنتخب خلاص. هم طبعا لا شك ان هم قعدوا مع في حوار دار بينهم الوقت حتى لما الاهلي رجع في افريقيا في حوار دار مع الشباب الالتراس ان هم ما يقدروش ما ينفعوش ما يلعبوش في افريقيا ما ينفعوش ما يلعبش مع المنتخب. فهنخلي المساله المحليه في هذه الوقت عند النقطه دي واقفين احنا عند الدوري المحلي. ابو تريكه خد القرار من هذا المنطلق وما ابلغش بيه حد حتى انه كابتن محمود الخطيب كان صباح اليوم موجود في التجمع اللي هو كان في دار الدفاع الجوي قبل ما يطلعوا على اسكندريه. كلم سيد ابو حفيظ اتصل بيه سيد ابو حفيظ بيساله انت ما جيتش؟ قال له يا كابتن انا ببلغ انا مش جاي. طب ليه مش جاي؟ قال له عشان واحد اثنين وحكى هذه القصه. طبعا انا كلمت الكابتن حسن حمدي شخصيا بمناسبه شديده وسالته تعرف الكابتن حسن حمدي من راجل قليل الكلام ما بيتكلمش قال لي بالنص الواحد انا مش هتكلم في الموضوع ده غير لما انتهي مباراه السوبر. انا لو اتكلمت اهد الفرقه وهد النادي بنفس النص كده, كده. لو اتكلمت دلوقتي هتتهد الفرقه وهيتهد النادي في اللي حصل. احنا عاوزين نكون هاديين جدا وكل لاعب بياخد قرار او حاجه في النادي الاهلي كل واحد ليه مهمته بيديها. ده لعيب عندي في الفرقه في مجلس اداره وفي اداره كوره هي هتشوف الموضوع وما في صالح النادي الاهلي هيكون بناء عليه القرار. اي حد يقول لك ده والله القرار هي ابو تريكه هيخلوه يعتزل ابو تريكه هيبطل كوره ابو تريكه كل ده اجتهادات كل ده كلام لكن انا اقول لك بالفعل هتكون في مشكله في مشكله كبيره جدا وممكن يعني ناس كتير ما تدركش خطورتها لكن دي نقطه فاصله في الاهلي. يا اما الاهلي هيستمر على سياسته اللي احنا كلنا عارفينها انه حاسمه زي ما حصل مع الحضري او زي يعني عاوز اقول لك ايه الناس بقى هنبدا نطلع في المرحله دي حاجتين او ثلاث حاجات هنشيل لهم عشان تاخد بالك بس هنبدا نذكر بالمواقف السابقه اللي حصلت قبل كده. ابو تريكه خلف عند اداره النادي الاهلي ثلاث مواقف افكرك بيهم. اولا في بدايه الازمه عندما وضع النادي الاهلي في موقف المشير لو تتذكر دي اغضبت حسن حمدي جدا ثانيا في اداء الجنازه رفض ان هو يقف مع اداره النادي في الجنازه وقف خمس دقائق ومشي وطلع وقف بره مع الجنازه كان معامله من رابطه الالتراس مع الجمهور برده الجمهور ودي برده خلت في شيء في النفوس بدا كده يبقى في ايه لكن الاهلي وادارته بتتعامل بمنطق ايه لا ده شغل وانت لعب كوره تأدي اللي عليك انا مش هفصل مش هقطع رقبتك ما دام انت ملتزم بتلعب كوره معايا خلاص انت الحاجات اللي انت مواقفك فيها دي حاجات شخصيه خلاص خليها حاجات شخصيه لكن لما تيجي الكوره بقى يبقى وضع ثاني لكن هنا بقى في الموقف ده هنا واضح انه فعلا في احتقان شديد جدا داخل المجلس وامانه شديده هم مش عارفين هيعملوا ايه لسه ما وصلوش للقرار لاي قرار لغايه دلوقتي. بعد ما ينتهي ماتش السوبر هقول لك الكلام هيبدا يعني اول ما ينتهي ماتش السوبر فاز بيه النادي الاهلي فاز بيه نادي انبي هيبدا مجلس اداره النادي الاهلي يعمل اجتماعاته على طول ثاني يوم لان عنده اجتماع مجلس اداره يوم وهياخد قرارات واضحه وصريحه يوم الثلاث هياخد قرارات. طب اسال عبد الظاهر يعني هل ترى انه ابو تريكه كان على صواب في موقفه وهل